السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم برو أمين اختصاصي إلكترونيك صناعي، لدي خبرة أيضا في الكهرباء عالي التوتر 30000 فولت و 60000 فولت وبناء هيكل وإلى آخره. سيكون موجز، وبالمناسبة هذه قناة الجديدة وهي قناة التعليمية. على كل حال أود أن أعلمكم، لدي عدة مجالات أود أن أتطرق إليها، وهي أولا أن أتطرق إلى مبادئ الإلكترونيك وخاصة المركبات الإلكترونية مثل العناصر كوندنساتور ترانزستور وإلى آخره. أنا أستعمل مصطلحات فرنسية، مصطلحات فرنسية على سبيل تكون تقريبا هي مصطلحات إنجليزية نوعا ما، وستعرفونها بالرموز، بالرموز تجدونها أصلا سهلة. وسنتطلع أيضا إلى الطاقة الشمسية، أيضا كيف تركب الألواح وحساب الاستطاعة أو لا بويسونس وإلى آخره، وكيف تركبها والمحول إليفاتور وكيف نستعملها وكذا. وأيضا في الكهرباء كيف، وخاصة بناء الهياكل الكبرى وكيف، وخاصة عندي مخططات أيضا للمساعدة خاصة في هذا المجال الكهربائي. كله يحتاج هذه المعلومات، سأقدمها إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله. وسنتطرق أيضا إلى عدة برامج، ومنها برنامج برونتيس. هناك برامج أخرى مثل برامج آجل وسيمي كوندكتور وإلى آخره، وأنا أفضل بروتيس. بروتيس هو ذو وجهين، بروتيس للمحاكاة سيميلاسيون، وهناك وجه أيضا ثاني هو في سي في. وسنتطرق أيضا إلى برمجة بلغات سي والأسمبلور. وبمناسبة بالبي سي بي لإجراءات هذه المخططات مثل هذه لسنتها ذو وجهين. هذه عند بعد في سيميلاسيون ونجربها، ناخذها كشكل مخطط، وبعدها نجعلها في أوترافيولي، وبعدها التحميض، وبعدها التآكل، وبعدها البرساج، وبعدها السوداج، وبعدها بروغرام، وهذه هي بعدها تخرج كهذه التي أنشأتها. وليس هي عبارة عن اختراع، وإنما هي لتسهيل عملية البرنامج وعملية كذا وكتساعدنا في هذه. سميتها كارتا، لا كارت من أجل متعدد الخدمات لي صنعتها. ولا فونكسيون يعني ستظهر لا فونكسيون يعني اشتغالت على شكل ليلاد، أو نستعملها عبر الخروج أن نتحكم في الموتور أو إلى آخره. وسنطرق أيضا إلى الأردوينو. أردوينو كما ترون الآن، أردوينو هو سهل، يحتاج ما عليك إلا أن تضع المخطط وتتبعه بالتأني، وتضع البرنامج ديركت مباشرة، وبعدها يشتغل. لا يحتاج منك أن تكون تعرف المبادئ الإلكترونيك أو لا داعي. أما العالي المستوى وهو مجرد، ليس مجرد، وهو الفائق راسبيري، وهو ميكرو أورديناتور بمعنى الكلمة. له نظام التشغيل تدخله في الكارت ميموار على شكل 8 جيجا أو 16 جيجا،
يتم تحميله عبر الأرجنتور، وله نظامين نتركز عليهما وهو لينكس و الويندوز. وله كما ترون نستطيع الاتصال بالإنترنت، هو له 4 مخارج لـ USB، وله مخرج لإظهار الشاشة عبر HDMI، ونستطيع أن نسمع بالكتمان ونتكلم عليه ونتكلم على سبيل المثال أن نقول قف بواسطة الميكرو فتخرج من هنا تذهب إلى بارتي لا بويسونس وهو استطاعة ليتحكم في الموتور ويتم الوقف لأنني قلت له قف. يعني سنتطرق إليهم، وإنما عليكم بالاجتهاد. وهذا كان موجز وتعريف وسنتطرق أيضا بالمناسبة سنتعلم الفيزياء وكيفية تطبيقها في الإلكترونيك والكهرباء، لأن الفيزياء هي قاعدة سنتركز عليها، هي ميكانيزمية، وخاصة أي إنسان له ميكانيزمية أنه باكتساب الخبرة الكافية عند يستقطب المعلومات يستطيع ترجمتها بدون أن يستعمل الحسابات، لأنها يعرفها تشتغل أم لا تشتغل، يشكل خطر أم ماذا. وهذه كلها تأتي مع الممارسة اليومية. ولا تنسوا وضع لايك وسبسكرايب ومشاركة مع أصدقائكم، وإن كان ليس مجالكم. وشكرا. We'll be right back.